جوك على 93 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. مرحبا بالناس كل هذه زهرة الفم، هذه الحياة الفم وجوك على 93 دائما معكم، ديما نفس الجو، ديما نفس الامبيونس، ديما اختلاف الفقرات، هكا كما تعودتوا بينا ان شاء الله دائما تحصل الإفادة والجو والترفيه. وين ما كنتوا برانشي تسمعوا فينا على الدوند فم ولا على السيت اوفيسيال نتاعنا ولا زاد تفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا. بس لو كوكو للناس الكل اللي قاعده ديما معنا ومونسينا سينو. تحيه كبيره ليكم وتحيه كبيره للي سبونسور نتاعنا الكل وخاصه الفريق جي اس ام. ديما امني لكم كادو نتاعكم كل يوم من اهداء الفريق جي اس ام والحياه FM. دائما باش نكونوا معاكم موجودين في نقطة خارجية بيان سور. هذايا جو ديدي لسائقي التاكسي الكل، سائقي سيارة الأجرة الكل اللي ديما نكونوا معاهم وربحوهم كادويت مزيانة. سينو إن شاء الله هكا نكونوا معاكم خفيف الظل بالموزيكا وبالعديد من الفقرات. تحية لكي بكل زاد اللي باش تأمن لكم الحصة لليوم. أمنة بوخيت كما العادة في قيادة الفريق التقني. تحية كبيرة برشا برشا زميلنا سهيل في الفينيكس ومعكم نور بيجي من قدام الميكرو كما العادة. أكيد كاملة تكون معكم حفيلي هكا نحكي عليكم القائلة ونسمات العشية اللي هي لو حنا مازال بكري عليها بشوي. أمامي سيدي مرحبا يا حمزة بالشيخ. بيك مرحبا باللي قاعد يسمع فينا واللي يستنى فينا كالعادة. كما تقول انت نور ما جيتش وحدك، اللي كيف الكل محلاهم هكا حاضرين جاهزين، التكنسيانات الالكترونيكور حاسين استناو سنة برشا برشا خليكم برشاية على 93 ويستناو فيكم برشا برشا جو برشا برشا جو اكيد مع توت ليكيب. مرحبا امين الرماح اللي زي ما معنا. يا مرحبا يا مرحبا، مساء الانوار نور. مرحبا توت ليكيب ليكيب تكنيك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله جيناكم بالفرحه، ان شاء الله جيناكم بالخير. يعيشك امين، مرحبا بك سيدي وهاب، مرحبا بوجودك منور كما العاده. عزيز مرحبا يا عزيز. عسلامه نور بيك وبالكيف كله، ان شاء الله نعديو ساعتين حلوين مع بعض ان شاء الله سيدي هكا بالنشاط والانرجي. محمد الوسلاتي تعودتوا بيه سي بون، كل ما نربحكم كادو من عند فريق جاسم. مرحبا محمد. مرحبا بك نور، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على اذاعه الحياه فام اللي معدلين موجتهم مع 93. التاكسيستيه سيوتو يعني البارح كنا بحذاهم نور يعني في محل التاكسيات. صح الحقيقه تلمو عجبتنا ضيفه غاديكا في المنزل نتاعهم. اليوم قررنا باش نعاودوا نرجعوا بحذاهم. وكعاد البارح ديجا يعني تاكسي رقم 199 يعني القناه هي القناه هي الاولى يعني في المحطه ومعدله موجتها وتسمع فينا. دونك انت مربحين تاكسي عدد 199. اليوم باش نعاودوا نفس اللعبه باش نكونوا موجودين غاديك ابارتير من 5:30. دونك عدوا موجتكم تاكسي ستي على 93 واسمعونا لين يجي وقت الكادوات وان شاء الله تكونوا الناس الكل مرافقين معنا. تري بيان، الوغ تستناونا كيما العاده سيد باشا باش يشوفوا معنا عدل الموجه على 93 واحنا هكا كيف الحياه تكون موجوده معكم. سافا الامبيونس جاوبي لاباس لاباس. حمزه شفتك اليوم كسكسي بالعصبيه. نعم شكون كسكسي بالعصبيه؟ عينيه تشعل بالقلوب. نعم شكون كسكسي بالعصبيه؟ من عند انس. قدموا لها تحيه زميلتنا أنس على الكسكسي البلين ديشا. أما ما كليتش عصبين، كليت كسكسي. كليت يعني متشلقش. قلبك يعطق شدة في ربي. سيدي صحة وبالشفاء إن شاء الله. هنيئا مريئا بالضبط. سلموا على أنس لمحالة اللي هكا ودتكم في الكسكسي بالعصبين. يعطيها صحة برجولية لليوم اكزاكتومون. صحيح اكزاكتومون. سينو مكملين معاكم هكا الديبيو من خلال الموسيقى اللي تنجموا تختاروها وتسمعوها في اخر الحصه كيما العاده. الكليب الكل تختار 3 اكستري من الموسيقى اللي تنجموا تفوتيو عليها وتسمعوها اخر الحصرات. تراها عطينا الاكستري الاولى. امك يا بنت جاي الليل اطلب ايدك
وانا بعمري عائل كنت وحياة الإله. الرومانسية دي الرومانسية العنيفة هذي هذي اللي يقول أنا لما بتحب تجن هذي هو هذي بتاع كسكسي هذي كسكسي ما غير عصبة ولا أمجد جوعة تجمو تموتوا عليها. بالنسبة لليوم اختيار شكون هذا؟ هذا اختيار أنس عطينا اللي بعده يلا جاجاوا مينينيو براكسو ميزانية و الموزيكا اللاتينو تجمو زادة تسمعوا في آخر الحصة. اختيار شكون؟ أحمد شفار. أحمد شفار نقدموا له التحية. سينو آخر إكستري شكون؟ أصابت عشقنا من رميت بأسهمي هذه اللي سجلت بغرفة هذه إكستري شكون؟ أمنا أمونا ليتلنا كسكسي وخاتيك سيفا وكلت أصابك عشق من اختيار أمنا بخيت تنجمو تفوتوا علي وتسمو آخر الحصة هكا احنا جونا على 90 تلاتة شو يجمع هكا توصلكم الأجواء الضحكة المزيانة وأعرفوا عليكم هكا العشوية أكيد بالفقرات المزيانة. ما تنساوش تعدوا الموجة على 90 تلاتة كادو مزيان يستنى فيكم. مرحبا بالناس الكل معضلة موجتها على زهرة لفن يلا مازال متواصلين معكم. مرحبا بالناس الكل معضلة موجتها علينا احنا هكا متواصلين حطيل لستة دائما بمختلف الفقرات الموزيكا وكل ما يهمكم. يلا سيدي تتويت أصل الزينة أصل الزين وقيد أصل الزين بقيد هذا أكيد يحكينا على أصل الزين أمين رماح ديما على قد نعود نذكر الجمعة اللي احنا الجمعة هذه تبعنا تيم الريحة اللبنينة أصل البخفان بدينا معكم بلمحة تاريخية البارحة عطينا لفامي متاع البخفان ومن تير الإكستراكسيون متاع البخفان pour femme اليوم normalement pour homme نعطيهم حقهم باش نعطيهم حقهم نوريزي مازال محلقتين وحكينا على كليوباترا وحكينا على برشا حاجات معناها اليوم باش نحكيو على بارفان بور اللي هما الحقيقه اقل معناها فاريتي بالطبيعه ديما لو شوا بور فام يكون اكثر باش نعملوا دخله صغيره. البارح سالتني كيفاش نعرفوا معناها لي نوت نتاع البارفان هي اي بارفان فيه 3 نوت نبداو بالنوت دو تيت اللي هي الريحه الاولى اللي تعطي هنا البارفان من الديكو معناها نجربوه حتىكش 30 دقيقه بعد تعطينا النوت دو كور اللي هي معناها البارتي الثانيه نتاع البارفان اللي هي تخرج بعد تعطين ساعه اللي هي تخرج اي من 30 دقيقه لاربع سوايع هذه ريحه تقعد معناها الستابيليتي نتاعها والنوت دو فون اللي هي الروح نتاعها تخرج لنا من مدة 4 سوايع ل 24 ساعة معناها سلون تونو نتاع البارفان تاعنا. كان اودو تواليت تقعد من 4 ل 12 ساعة كان اودو بارفان تقعد 16 كان بارفان معناها اللي بلو كونسونتري بلو ديكستري وكل تقعد حتى 24 ساعة الريحة نتاعها. تخي وهذوما يعني ديما نلقاوهم لي نوت هذوما كوسوسوا اي بارفان خفيفة بارفان تقيلة هي معناها كيما نقولوا البارفان معناها شنو تتقسم. داكور انا البارفان تاعنا مهما كانت خفيفه قويه او دو تواليت او دو كولوني او دو بارفان ديما فيها دي نوت دو فون نوت دو كور اي نوت دو تيت معناها هذيا ديما الفامي نتاعها نقولوا احنا العيله دونك اليوم باش نعملوا بطبيعه بلوتو باش نتعرفوا على لي فامي اولفاكتيف بوروب معناها العائلات الرائحيه ولا عائله الريحه للرجال انا بتبيع الفامي اروماتيك اللي هي الاولى بالكل اللي هي معناها الباز نتاع بارفان تكون معناها الكومبوزيسيون نتاعها ديزيرب اروماتيك بما معناها بما فيهم عندنا اللافاند عندنا السوج. السوج هي تشبه شويه للتيزانه ورقتها راي السوجا السوجا اي انا بتبيع التان اللي هو الزعتر وعندنا الرومارين اللي هو الكليل وبتبيع النجمو معناها فما دي بارفان فيهم دي زيكستري دو بازيليك انا لي زيرب اروماتيك هما بيدهم راه نستعملوهم في الكوجينه داكور حتى الكليل والزعتر الكليل والزعتر والاحبق والدنيا كله نزيدوهم حتى لافوند لافوند فهم برشا عباد يعملوا بيهم التاي يعملوا بيهم معناها هكا دي بواسون كالمي فيهم الكل معناها في الفامي هذا جينيرالمون ديما يزيدوا لي نوت اسبيريدي اللي هما قلنا ديجا
البارح اللي هي معناها من الفامي ديزاغرو قوارص معناها عن المدانينا عن السيترون عن البومبلوموس ويزيدوا فيهم زادة لنوت اي بي سي فلفلك حل والله جيت شو نقول لك هاي فما دي نوت اي بي سي فما فلفل ما هي فما فما بارفان معناها بارمي اكثر البارفان ضربت في وقت فما ازارو توين لازالو هي اباز دو بوافر نوار معموله بالفلفل الاكحل باز نتاعها معناها الاكستري الاولاني الروح معموله بالفلفل الاكحل دونك الفامي الثانيه اللي هي فامي اسبريدي بطبيعه قلنا اللي هما لي زاغروم توسكي بومبلوموس معناها زنبع توسكي قارس القارس بانواعه توسكي مدانينا توسكي برتقال وديما معناها الفامي نتاع لي بارفان هذوما يكونوا في دي زو دو تواليت ولا او بيان دي زو دو كولوني ولا دي زو فريش معناها الروائح نتاعهم تكون خفيفه انرجيتيك ريفريشيسانت تعطيك كل المود المزيان معناها تفرشك نقولوا الفامي الثانيه اللي هي لوريونتال اللي هي الماجوريتي نتاع لي بارفان ماخذين سوكسي كبير ينتمي لها بطبيعة ليزودور متاع الفامي هذي معروفين بالينوت إكزوتيك شالوروز معنا لينوت إكزوتيك اللي هما مثلا فيهم المانجا فيهم الاناناس معنا هالينوت هذوما وتكون فيهم معنا شالوروز معروفين بالعنبر ها؟ اسمعني انا راني مش نبدا نفضح فيكم لاني اخوي هاي سيدي اسمعني انت تحكي انا معطر الساحه المواعيد يزمو يخرج تو جاي يشوي سلموا عليه زميلنا اكيد احمد مخلوفي وجوده الساعه بالعكسي يسرنا مرحبا بيك خلينيش نركز ضحكت فما روايح بنينه في الاستوديو تخليك تركز هاي كاو نور تعطيني الريحه اللي تشم فيها هذه يعني نتاع البخفان اول نوت تشمها انا دي والله انا فلفل اكحل هذايا لا لا ما فيش فدتو هذه خلينا نقولوا للجماعه نعملوا في تيست في المباشر احنا على البخفان فما ريحه اجروم ضرب الطول فما كلاسيكيتي ديجا اول نوت تحس فما قوارص حاجه فرويتي هكا لا ما عندها حتى علاقه هكولي فماش خويا لا لا اجروم هو الاجروم من اللي فرويه اما القوارص معناها قوارص خاصة هذه تمشي الحاجات اللي فيهم القارص هذه مثلا هذه فيها بومبلوموس سولون فيها بومبلوموس اي سولون اللي شميتها معناها النوت الاولى فيها البومبلوموس سي بي سي تخي بيان نكملوا سيد نرجعوا للموضوع اللي كنا فيه قلنا الفامي اورينتال اللي هي الفامي الثالثة بالطبيعة فيها دي نوت اكزوتيك وبطبيعة معناها لي نوت شالوروز اللي هما يكون فيهم جينيرالمون الفاني نقولوا احنا بارفان سكري تكون فيها الفاني والعنبر دونك معناها لي نوت نتاع لي بارفان هذوما جينيرالمون زاد يكونوا كومبوزي معناها يكون فيها هكا تريتمون شيميك معناها البارفان ما تبداش اليتا ناتوريل نتاعها مش كل اكستري معناها يكون اكستري ناتوريل ديما تصير فيها كومبوزيسيون معناها تنجم تكون فيها يكون فيها الفاني يكون فيها لي بوا بصفه عامه سورتو جماعه الخليج يحبوا المسك والعنبر والعود العود يحبوا حاجه دونك عندنا الفامي الاخرانيه اللي هي فم برشا يقولوا اللي هي تنتمي للفامي اورينتال اما انا خيرت باش نحطها وحدها خاطر فما دي بارفان معمولين اباس تورو معناها من قلب الارض باش نقولوا علاش دونك الفامي بوزي يكون فيها بطبيعة الموز دوشين كما قلنا البارح الموز داربر معناها اي جو متاع شجرة معناها الاكسري متاعها يكون فيها البوا يكون فيها السدر السدر اللي هو قلنا ديجا البارح معناها عطينا الاكسبليكاسيون متاعها يكون فيها البوا دو سانتال لو جيبو من الهند يكون فيها اللوبين زادا فيها اللوبين فيها عرق فلوس هذوما كل تسميه معناها دينوت تيرو ريحة الأرض ريحة الأرض موجودة في البارفان دونك هذوما لي نوت جينيرالمون معناها لي فامي اولفاكتيف بوروم اللي هما يتقسموا ديما لأربع أنواع معناها فما لي بارفان اسبيريدي اللي هما يكونوا دو نوت فريش فما لوريونتال فما البوزي فما لي بارفان أروماتيك هذوما ديجا لي فامي اولفاكتيف بوروم دونك باش نحكي اليوم باش نعمل تعريف صغير نحكيو ديجا كيفاش نعرفو البارفان تاعنا هي اوريجينال وي هذه
هذه نقطه مهمه. ثم في معناها في لي نوفيل جام ما بلوتو في لي بارفان جدد في لوت جام ولا يعملوا الكيو ار كود اللي هو مش ديما افيكاس. الكود اباء اللي هو زاد ينجموا يعملوا ليميتاسيون. عندنا كيلكو ديتاي في الامبلاج اللي مش اي انسان زاد يطلعها. فما حاجه برك حاجه برك نجموا نعرفوا لي البارفان تاعنا 100% اوريجينال اذا شريناه من تونس بالطبيعه اللي هي بطاقه المورد. بطاقه المورد سهله تشد بارفان في اي بوينت فونت اكسبوزي تغزر كيما نقولوا تاخذ هذه البارفان هي واقفه هكا تجبد تشوفها على جنب. على جنب سواء معناها من بارتي من هنا ولا من هنا ولا من الفوق ولا من اللوط. أنا على الكاد فاس في الكادر نتاعها. واضحه. تلقى تيكي ولا امبرانت تبدا فيها المورد فلان الفلاني. يبدا تحته شريك مثلا نقولوا احنا في اللي في سالون. كيف بطاقه التعريف نتاع شكون التعريف هذيك ما تدخل حتى بارفان اوريجينال ما تخرج معناها الصيني هذا اوريجينال يبدا معناها في كل شيء هي هذيك معناها تضمن لك بنسبه 99% اللي هي بارفان معناها اوريجينال ما فيها. انت بحد ذاتك معناها احنا ديجا كما كيجيو بحدنا البون بون تقولوا هذه بطاقه المورد معناها ساعات يجيني كليون يقول لي راني خذيت بارفان ودريت فيها ولا كذا كل وراء الديتاي هذي ونوريه بعد فما كيلكو ديتاي تكنيك معناها تعرفوا من كولور لومبلاج من الكتيبة من الكتيبة فما هكا كيلكو ديتاي معناها يزم واحد سور لو شون يوريهم صحيح. اما اذا ما لقيناش بطاقة المورد اخويا ما غير ما تاخذ تاخذ الريسك حتى لهنا بيان سور ما حكيو كيما قلنا البارح يعني على دي برودوي دو لوكس وكم ميم ساكوت نحكيو زاد حتى معناها فما دي بارفان وين كاع معناها اسوم تكون معقوله ب 20 30 40 يوصلوا حتى 100 دينار معناها. اما فما دي بارفان رايحهم بنين ريحتهم تقعد بالكدا ومعناها حتى كوتي شوا فيهم شوا برشا فما ان غران شوا لارج شوا في لي بارفان وين كاع دونك ومن غير اذا باش نعمل تعريج اخر اي بارفان كوبي على اوريجينال خويا نحاولوا نبعدوا عليه خاطر حتى حد لا يعرف السورس نتاعها لا شكون اللي صنعها لا منين جات لا شكون دخل لا الفورمول معناها سوي سور هي مش معناها باش تكون دخلت بطريقه مهربه لتونس اول حاجه ثاني حاجه ما نعرفوش شكون الانسان اللي صلح معناها ميم الميزون ما نعرفوش حتى الكومبوزيسيون نتاعها فورمول ديما راني انا معناها هذه خاطر نتعرض له يوميا نحب مثلا كوبي على كذا وكوبي على كذا قول اخويا خذ حاجه في المويل كان كل انت مقتنع بها وعارف ريحتها وعارف السورس نتاعها خير من تاخذ حاجه ايميتاسيون وراه ما فما حتى بارفان ايميتاسيون نفس ريحه الاوريجينال هذه معلومه ناكدها صح يعطيك الصحه ايه لحظه مازال تفضل مازال يعطيك الصحه وفما زاد الحاجه الثالثه فلي زيكستريل نقولوا احنا البارفان السبب فما بارفان سبب نينا لي سورس نتاعها معناها ريغلو اوفيسيال ما فيها حتى تقلق هي تكون معروفه باللي بوينت فونت اللي يخدموا فيها معناها فما توا هكا نوفيل توندونس نتاعها ونزيدك الروح نزيدك الزيت نزيدك الكول هذوما لي كومبوزيسيون ميم زيد كيف كيف معناها الروح نتاع البارفان او الحاجه غالي معناها باش تكون الروح نتاع بارفان اوريجينال راهو غالي ديجا ممكن الدبوزه فيها انا اكستري دو بارفان 7 مليليتر راهو يوصل مليون و400 مليون و500 هذا الاكستري برك دونك هو باش يعمل لك معناها سوا ديزون الاكستري هذاك باش يحلو في ايترا ما تخلصش دونك الروح هذيك الله اعلم شنو مصدرها الزيت راهو من لي فامين تاع الشمع هذاك مذوب معناها ميم حتى يكون مضر للبو يقلق برشا عباد ماذا بينا نعرفوا منين ناخذوا وما باش ناخذوا بارفان انا بالريحه نقولوا احنا بارفان سبا نعرفوا منين ناخذوا تري بيان الوغ يدور لي هكا عملنا التيم تاع البارفان كان كامل وشامل سكرنا باللي ديتايل فوالا باللي ديتايل كل الحقيقه بدينا معاكم يعني من اللمحه التاريخيه وصولا منين تاخذوا البارفان للفانيل الروائح لي نوت اللي فيها الحقيقه يعطيك الصحه على الغوشيرش الكامله وشافي هكا واللي نورتنا بها امين ان شاء الله هكا الجمعه جاي عندنا تيم اخر هاي الجمعه جاي ان شاء الله باش نحكيو شويه مكياج شويه بوتي نحكيو شويه وجه داكور نحكيو في الوجه نتاعنا هذيك صحة أمين هذه كانت أصل الزينة أصل الزين وقية أصل الزين
يا سيدي احنا مازلنا مكملين معاكم الغنية اليوم. الكل ماخذ نفس الديريكسيون هكا في الرومانسية الطالعة. يلا مرحبا بالناس الكل اللي مابلا الموجة علينا، ما تنساوش 93 هي موجتنا. هكا نبداو معاكم ان شاء الله وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. بوز مع الموسيقى ورجعنا 24 دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بالناس الكل اللي مابلا موجة علينا، احنا هكا مازلنا متواصلين معاكم دائما في جو 93. لقية هذيا اكيد نحكيو الحكاية اللي تم الاصل نتاعنا التونسي والخرافات المزيانه فيه. هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك. مرحبا يا حمزه بالشيخ اللي ديما عندك حاجات تودنا بيهم وتحكينا اكيد على الاصل التونسي. تم هذا خلينا في الفن والشخصيه التونسيه عندك ما تحكينا بارامون. اكيد اكيد عندنا برشا خرافات، عندنا برشا حاجات بنينه، أغاني من قارن خابية اليوم مع الموسيقى البنينة اللي اختارتها لنا آمنة، مشكورة آمنة. مش اسمعوا فريق غزالي، مش اسمعوا مع العزابة، عرضوني زوز سبايا، بخنوق بنت المحاميد، أوطاري وعود، بالله يا أحمد يا أخويا، شرق غداب الزين، دار الفيلك. في عام 1916 تولدت في قرية نبر اللي تابعة لولاية الكاف مراي، سميوها صلوحة. في ظروف قاسية جداً، عائلة كانت قليلة، واضطروا في وقت ما أنهم ينقلوا، معناها ينقلوا رواحهم من بلادهم اللي هي نبر للعاصمة لطلب الرزق. ما تنسيوش يا جماعة رانا نحكيه على عام 1916. إيه نعم، معناها بين الحرب العالمية الأولى اللي بين 14 وبين 18. اضطرت هذه باش تحط بناتها يخدموا في الديار في هاك الوقت، منهم صلوحة هذه اللي تلقى روحها ديما تخدم في دار أمير من أمراء البيت الحسيني اسمه محمد بي. بعدش باش تنقل لدار أخرى صلوحة، دار تربة اسمها بدرية، كانت دارها في نهج الباشا. وبدرية كانت تعمل قعدات وسهريات في الليل في دارها متاع غناء، ماك تعرفوا مغنية كيفاش تستدعى صحابها وصحباتها باش يعملوا برشا غناء وبرشا جو. وكانت صلوحة هذية في النهار كي تبدأ عرفتها راقدة تبدأ تعاود في الغناء اللي سمعته البارح في الليل. نهار من نهارات هي تغني وتعدى واحد محامي قولولو سي بن عمار، يسمع في صوت قوي وشجي خارج من دار بدرية. لهنا تعجب سي عمار، قال انا نعرف صوت بدرية، مش هذا صوت بدرية، زعما اشكون؟ دق الباب، حلت له هالمعينة اللي هي صلوحة، عجبته برشا، تعجب، قال لها غني لي، غنيت له، عجبه صوتها، قال لها يا اخي انت تغني؟ قالت له لا راني انا نخدم معينة وكذا وكذا. وعرض عليها في بين ذلك انها باش تولي تغني. ما كانتش من العكسين صلوحة ودخلها الميدان الغناء، اما قالوا لها يلزم نعملوا لك اسم فني، خاطر بكري ماك تعرفوا كانوا اغرب المطربات يبدلوا لهم اسامي فنيه. على سبيل المثال كيما شافية رشدي اسمها الحقيقي اسمها زكيه المراكشي، ولا اسمها شافية رشدي فتحيه كان اسمها خيريه العقوبي ولات فتحيه خيري. فاقترحوا عليها يسميوها سكينه هانم، سموها سكينه هانم وبدت تغني. شافوها بعض العارفين وقدموها للشيخ ميسترنان. ملي سمع صوتها الشيخ ميسترنان وراك الهيبة، قال هذه ما تنجمش تكون سكينة هانم، خطر صوتها خارج من الأعماق، أعماق تونس البيا، يلزم اسم تونسي حقيقي بحت. قالوا إيش باش نسميوها إيش باش نسميوها. تلفت الشيخ ميسترنان قال لها إيش سميك ربي يا بنيتي؟ قالت اسمي صلوحة. قال ملا نسميوك صليحة، وهكا بالاسم هذا بين نجم وضوى على تونس من الأعماق اللي هي صليحة تونسية، صليحة اللي في وقت ما ولاو يلقبوها بمطربة المغرب العربي الكبير. هالصوت ملا الدنيا وشغل الناس وشعلهم، وكي توفيت عام 1958 خلت الناس الكل في حيرة لأن صوتها عظيم، بقات أغانيها خالدة تتغنى بها كل الأجيال جيل ورا جيل، اللي بعدها واللي بعدها واللي بعد بعدها. عاش الفن التونسي، عاشت صليحة، وعاشت كل خيرة تونس. هلا معنا عرفنا بنت المحامي عيش المحامي اللي تعدى ما بنت عيش هذه كاي رغب الحق من الأغاني هو هذه اللي تسمى العروبي
العروبي أكيد. الموزيكا العروبي متاعنا راي زاد هي هذه تتسمى الموزيكا الفوندو أي على والفوندو. فكرة خاطر هي راي النشأة متاع الفنانة الكبيرة صليحة راهي نشأت في مدرسة الشيخ خميس ترنان معناها كيفاش كانت معناها تتربيت على كل الأدوار وتربيت على الفوندوات وتربيت على كل الأغاني اللي بالحق تلحنوا معناها في فك الجيل هذاك حاجات راهي ماهيش بالحق ماهيش عادية وتصور انت معناها لقات لهوة خاصة من شيخ المالوف في الوقت هذاك اللي هو الشيخ خميس ترنان معناها مش اللي يجي يحظى بالمقام هذاك معناها ويتلقب من قبل الشيخ خميس ترنان على كل هذه معناها هذه تونسنا البيا هذه تونسنا المزيانة بالحق تحية تونس يعطيك صحة حقيقة على الوصلة الجميلة جدا وعلى احيى ذكرى السيدة الصليحة في هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك يلا دائما نكمل معكم بالمختلف الله 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 بالمختلف الفقرات والموسيقى التونسية ما تنسوش تعدلوا الموجة علينا على 93.3 ومكملين معكم بمختلف الفقرات الكدوات تستنى فيكم اليوم باش نكون ان شاء الله متواجدين في محطة التاكسيات خليكم ديما بونجي يلا توت سويت خلي بدلني ورجعينا ان شاء الله ديما هكا معكم نهلو عليكم وين ما كنتو برونشو تسمعوا فينا دائما زاد نكونوا حاضرين معكم في نقطة خارجية مع اكيب كاملة تربحكم كادو من اهداء الفريقي جاسم عندنا محمد حاضر معنا محمد اين انت يا محمد بيك. الله 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 على الكلام نور نسمع فيك نسمع فيك مرحبا بك نور مرحبا بالناس يسمعوا فينا على اذاعه الحياه فهم اللي معتين موجتهم لقيت ذي على 93.3 اذا نور اليوم نحن كما قلنا يعني باش نكونوا متواجدين في رومبا سبحان الله الله يعني قاعدين نشوفوا في جاليه لي بلان تحيه زميلنا سيدين بوس على هال لي بلان المزيانه هذه و الحلة الجميلة اللي يورينا فيها هكا في القروين وكذلك يعني أجواء ممتازة لنا في يعني ساحة عفوا في رمفا سبحان الله كما وعدنا تاكسي يعني باش نكونوا بحضيهم يعني في محادة التاكسيات يدو لنا تكون شوية حكا وقم شوية نسمع سبا يعني تقس تحت شوية القائل سبا تونكي متاع شوية يعني متاع وقطاع فيوة خيبيا خيبيا خارق الله أنا تكسي اليوم للقناة اللي هي سيري 278 يعني سيري كل شيء هو الفائز معنا دونك ونور أنا مبسط له معه خليك معايا ماني معاك يا سيدي يا مرحبا مرحبا بيك خويا الغالي مبروك عليك أخوي المستمعين تاعي بعد حياتها فهم هاي كويل عرفني على روحك اسمك هاي هنا معاكم هنا معاكم يا محمد سينا عاود ذكرنا بالاسم محمد شكون اللي كان معانا اليوم الفايز سيريدا سيريدا الف الف مبروك عليه الكادو من شو معك الحياه فهم فوالا اكزاكتو توصل ليكيب سيريدا هكا نحكيو شويه خلينا نحكيو شويه مع سيريدا يا نور سيريدا قد عندك توا في تك من 2009 يعني نحكي على قديش توا هكا كارير تاع قديش تا 12 سنة يا 12 سنة تبارك الله شنو الحاجة اللي خليتك الحاجة اللي خليتك تركز على تكسي تولي تخدم تكسي هاي هاي وشباك كيفاش مرتاحة خدمة تكسي صحيح كيفاش محمد قرب لنا الميكرو لسيري ذا باش نسمعوه هكا ونسمعوا الانترفيو معاه مع هلا تساور الحلوين برشا برشا اللي قاعدين تعديوا فيهم ايواش محمد تكسيت شويه اما انت بقى تتذكر ولا نعرف الخدمه نتاعك كيفاش تعبت برشا كيفاش احكي لي عاد تعرف كيفاش ما اثنين ما تعرفش يعني لا بلايش معناها يعني واحد كيقول لك مثلا نفس الشيء ولا تاع حياته وين تهز معروف معروف ها
يعطيك الصحة ومبروك عليك يعني ربحت معنا كادو من أجل فريق الجيم. ألف ألف مبروك ويا ونور نحن اللي جات توا في الثنية يعني هنشوف أنا قاعدين نشوف قاعدين نشوف أكيد معاك يعني نور محمد توا عشوية وكل قلت لك سيكولاسيون يعني وعشوية وكل دونك العباد خرجت معناتها فما شوية قايت قهيوة وقايت هكا واحد آخر باش يخرجوا قيلولة اليوم تعديت على الناس الكل والأيامات هذوما اللي فاتوا دونك استغلوا التحت هذايا وخرجوا تفردوا خرجوا الصغيرات نتاعكم ويكون مع التكسيسية هذه يعني زاد بالحظ يعني الجو الكل دونك التكسيسية ديما يعني تبارك الله عليهم يعني أكيد يعطيهم الصحة التكسيسية معروفين بوسع البال الحقيقة وسع البال نتاع التكسيسية ما عند حتى حد معناها خاصة اللي نعرفوا اللي يقاسيو ويعانيو كل دوزيام بوزيسيون الحفر اللي في الكياسة ما ميسيش ان شاء الله كريس يعني يا نور اللي بالحق التكسيسيه معناتها اللي بيمروا فيه كل يوم لكن ديما معناتها نقولوا نحن يعني يكونوا معناتها من قلنا نحن الناس اللي توسع بالها مع الكليون والمعناتها ولا ولا ما تنجحش بالضبط يعني هذه هو يعطيهم مساحة يعني اكيد وبرافو مره اخرى لفريق جيزيم اللي ديما مدلنا بالكادويت ان غون ميرسي للكيب الكل اللي كانت معاكم في نقطه خارجيه زميلنا سيف الدين بولعريس زميلنا محمد الوسليتي زميلتنا انس اللي ديما باش يستناوكم التريو هذا التريو المرح كل يوم معاكم باش يربحوكم كادو مزيان اليوم تاكسي رقم 278 اللي كانت معانا الفايز احنا كل يوم باش نربحوا تاكسي سائق تاكسي من اهداء كادو من اهداء الحياة فام والفريقي جاسم ديما معكم ديما مدلتكم وديما بحذاكم سينو هكا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم وبالنسبة للأسبوع هذي مشكورين الناس الكل اللي كنتوا في المتابعة معانا دائما شكر كبير لكيب تكنيك اللي كانت معكم لليوم زميلنا امنا بوخيت زميلنا احمد المخلوفي زميلنا سهيل في الفيميكس ايضا تحية كبيرة لزميلتنا انس في الدين بولعريس زميلنا محمد ذلك انت حمزه بالشيخ مشكور جدا واكيد مقدم تحيه لزميلنا امين رماح اللي كنت عزيز ضيف يعطيك الصحه كل من ساهم في انجاح الحصه نتاعنا لليوم كنت معكم نور بيجي مقدم ميكرو ان شاء الله نخليكم في احسن الحالات ونهلوا عليكم دائما بالموسيقى الحلوه بارامون للغنيه الجميله اللي ربحت معنا لليوم كيفاه اصابك عاشق الله 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 هكا برومانسيه باش نخليكم ان شاء الله على امل ان نتلاقاو وفي دائما ان شاء الله في ساعة سعيدة بون ويكاند للناس الكل تصبح خير انا اسكت جوك على 93 وتحفل العشوية 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام حفالي وجونا عالي